تعال اقول لك على اسهل طريقه تربط بيها الكرافات. يلا بينا، هنخلي واحده اطول من الثانيه ونجيبها بشكل اكس بالمنظر ده. الحته الطويله هنجيبها من ورا الحته الاكس اللي احنا عملناها وندخلها من جوه، وبعدين نشدها عكس الاتجاه بالمنظر ده. هتمسك الحته الصغيره اللي انت عملتها وبعدين تشدها على اربع صوابع بالمنظر ده. هتجيبها الاربع صوابع كده وتدخلها من ورا، وبعدين تدخلها في الفتحه الكبيره اللي احنا عملناها وتشدها، وهتكون شكلها شارب معاك بالمنظر ده.